كبير بين في التجارة بين بلدينا، وقد نمت ب 35%، وفي الثمانية أشهر لهذه السنة كانت قد نمت ل 9% أيضا. وروسيا تعتبر من المستثمرين أو أكبر المستثمرين في كازاخستان، ولقد وصل الاستثمار ل 17 مليار دولار، وهناك أكثر من 30 مشروع استثماري في المجالات الاقتصادية المختلفة في كازاخستان، منها الصناعة، الآليات، والمجال الكيميائي والطاقة وغيرها. وأيضا يولى اهتمام كبير إلى البنية التحتية للمواصلات وبناء المجالات المختلفة، وهذا مرتبط خاصة له أهمية في الأزمة التجارة العالمية الحالية، والقيام بروسيا للتجارة والتصدير والاستيراد في أماكن جديدة، وفتح الممرات الشمال الجنوب والشرق الغرب، واتخذت الخطوات المختلفة لتعزيز الترانزيت بين البلدين، وأيضا توسيع قدرات العبور للآليات والسيارات، وأيضا تطوير النقل البحري، وخاصة بما في ذلك بحر قزوين. وأيضا بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان تم تشكيل التحالف أو التكامل في مجال سكك الحديد، وأذكر أنه يتم إنجاز المبادرات الروسية الكازاخستانية في تطوير البنية التحتية للطاقة ومواد الطاقة، وخاصة في مجال الغاز والكهرباء ونقل الغاز. وروسيا وكازاخستان يتعاونان ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث يشكل المجال السوق الاقتصادية المشتركة. روسيا تقوم بتطوير رقمنة النقل في كازاخستان، ويتم العمل للتحضير لمنصة للحفاظ على البيئة في عمليات النقل والتبادل أيضا المعلومات. بين روسيا وكازاخستان هناك آفاق كبيرة لتطوير العمل في المجالات المختلفة من الاقتصاد، بما في ذلك التقنيات العالية، وأنا متأكد أن هذه الأعمال سوف تكون تعود بالفائدة على أقاليمنا. وفي الختام أود أن أتمنى للعاملين في هذا المنتدى النجاح، وأنقل الكلمة إلى زميلي رئيس كازاخستان. سيد فلاديمير فلاديميروفيتش، السادة المشاركين في المنتدى، قبل كل شيء أود أن أرحب بكم وأشكركم على هذه المشاركة، وأشكر الجميع على هذا المستوى الرائع والعالي لإجراء مثل هذه الفعالية. فهذه الفعالية لها معنى كبير وأهمية كبيرة، وبشكل خاص في هذا وضع الأزمة الاقتصادية العالمية في العالم ككل. وبالطبع فإنه في هذا الوقت وقت صعب، وأيضا بالعمل معا إلى الوصول إلى هذا المستوى، إلى المشاركة والتعاون بين دولتينا، فإن هذا اللقاء له أهمية كبيرة في هذا الوضع بشكل خاص. في هذه الفترة فإن أكثر الدول تقدما في العالم تقف واقفة دون جدوى في هذه الفترة الصعبة، ولكن دولنا في تعاون مستمر. وقد فإن الدول العشرين، مجموعة العشرين، قد قاموا بفرض قيود كثيرة على التقدم والصناعة والمجالات الأخرى
لدولنا، وأيضا يطالبون بوقف المنح وغيرها لدولنا. وفي هذا المجال ولحسن الحظ فإن كازاخستان هي تختلف بعض الشيء في الاتجاهات الأخرى، فإن هذا التاريخ أو هذه الفترة هي خاصة بالنسبة لنا لأننا نحتفل بالعيد 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولتينا، وعلاقاتنا هي غنية بالمشاركة والتعاون في المجالات المختلفة، منها في التعليم والصناعة والاقتصاد وغيرها. ونحن نعمل على تكامل مستمر ونشيط على مستوى المنظمات الدولية مثل منظمة الدول رابطة الدول المستقلة، وأيضا لمعاهدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي وغيرها. ونعمل على رفع دور المنطقة الأوروآسيوية في جميع المجالات بما فيها المجال الاقتصادي. فهذا التعاون والتضامن بين دولتينا قد جاء بنتائج كبيرة في مجال التبادل التجاري، وأيضا في تقوية العملات الوطنية لدولنا ودورها. وفي هذا العام فإن قد وصل حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى نحو 24 مليار دولار، وأيضا ارتفع بنسبة 5%. وأيضا قد تم تنويع البضائع أو كمية وأنواع البضائع التي يتم توريدها من كازاخستان إلى روسيا. وأيضا فقد ارتفع. إذن مشاهدينا الكرام، كنا نتابع مع حضراتكم الآن مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره رئيس كازاخستان، حيث أكد الرئيس الروسي على أنه يتم الآن تطوير النقل البحري ما بين طبعا روسيا وجانب كازاخستان، ويتم نقل الغاز، وتسعى دولة روسيا من أجل تعزيز العلاقات التجارية مع دولة كازاخستان وحتى السوق التجارية المشتركة، وتسعى أيضا حاليا لتطوير رقمنة النقل، وتسعى لتبادل المعلومات بين روسيا وكازاخستان. أكد أيضا الرئيس الروسي أنهم يقومون الآن بالعمل والتطوير في كل المجالات خاصة المجال الاقتصادي، وأن هذه الأعمال ستعود بالنفع على أقاليم كلا الدولتين. أما بالنسبة لرئيس كازاخستان فأكد في مقدمة حديثه أن هذا الوقت يعتبر هو وقت عصيب على دول العالم أجمع، حتى أن دول مجموعة العشرين فرضوا قيودا كبيرة جدا على مجال التقدم والصناعة في كل المجالات على دولة روسيا وحتى كازاخستان، وطلبوا بوقف المنح لبلادنا. ولهذا يأتي هذا المؤتمر وهذا التعاون في هذا التوقيت ما بين دولة كازاخستان وروسيا، خاصة في مجال التعليم والاقتصاد، وأنهم يعملون حاليا على تكامل مستمر، ويعملون على رفع منطقة اليورو آسيوية في تقوية العملات الوطنية لدولهم.